السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان، كيف حالكم؟ واحد النداء اللي هو عاجل، وغتكون واحد الوقفه احتجاجيه الاخوان على الساناتوريا في تورينو ان شاء الله نهار 21 فبراير، 21 في شهر 2 مع 10 اونس امام الكويستورا سبورتيلو اونيا كوميغراسيوني كورسو فيرونا 4. ان شاء الله كلشي غادي يتجمع هنا، غادي نشوفوا هذا النداء هذا من عند الاخ المغربي، وكاين جنسيات اخرين الاخوان اللي هما متضررين وضحايا الساناتوريا 2020. كانت سكوزا ديال الكوفيد، دابا ما كاين لا سكوزا لا والو، يعني ما كاينش سبب علاش خاص ضروري اصدار البرميسو دي سوجورنو. بالنسبه للناس اللي كيتسناو في برميسو دي سوجورنو، خاص ضروري معالجه الطلبات ديال الساناتوريا. حنا عندنا كلشي مريقل، كلشي هو هذاك لحد الساعه، ما كاين، ما عيطوش علينا، ما عيطش للبريفيتورا على بزاف ديال الاخوان، بزاف ديال الطلبات باقيين ما تعالجوش. المهم اللي غادي يكون، انا غادي نقول لكم، غادي نشوفوا هذا النداء الاخوان من عند بعض الاخوان اللي هما ضروري كيقول لك بغينا البرميسو دي سوجورنو. برميسو، لما كانش عندك برميسو دي سوجورنو ما يمكنش تخدم، ما يمكنش تسكن، ما يمكنش تبدل بيرمي، ما يمكنش دير ريزيدنسا، ما يمكنش تكري، وما يمكنش بزاف ديال الحوايج، لان برميسو دي سوجورنو هو كلشي باش ممكن انك يعني تقلب حتى الخدمه اللي عندك، دير دوميسيكو بادانتي كولف ولا شي حاجه، تبدل برميسو دي سوجورنو بالبرميسو دي سوجورنو، تبدل من طبيعه الحال وتاخذ خدمه اللي هي من طبيعه الحال باغي تحسن الوضعيه الاقتصاديه ديالك. اللي غادي يكون الاخوان، وهي واحد الوقفه احتجاجيه مرخص لها في تورينو. هذا نداء عاجل لجميع الاخوان المتضررين وضحايا الساناتوريا 2020. نشوفوا المتضررين اشنو كيقولوا وباش كيطالبوا. كنلقى مشاكل حيت ما عنديش الوراق، مشيت للتي تي ار، ما عندكش الوراق ما يمكنش لك تخدم، ما يمكنش لك دير والو، يعني كتعيش معذب بزاف. كنت منهم من هاد الناس يساعدونا ويجيو النهار 21 فبراير لهاد المظاهره باش يساعدوا الميغراسيون، وشكرا. Je vous invite vous tous les immigrés qui sont à Italie, on a une manifestation à 21 prochain, vous allez vous venez vous tous, on va vous mobiliser, on va nous mobiliser pour nous aider parce que كيف ما شفتوا الاخوان بزاف ديال المتضررين اشنو غادي يكون نهار 21 فبراير، نهار 21 في شهر 2 مع 10 اونس قدام الكويستوره ديال تورينو وفيتشو ميغراسيوني اللي كتواجد في كورسو فيرونا 4، كورسو فيرونا 4 نهار 21 فبراير مع 10 اونس. الاخوان غادي نتلاقاو كلنا تما، وباش تكون الوقفه احتجاجيه ناجحه خاصك تبارطاجي الفيديو، تبارطاجي الفيديو لاكبر عدد ممكن من الناس اللي هما متضررين، وكذلك الناس اللي باغين يوقفوا ويعطيوا يد مساعده لهاد الاخوان هادو اللي هما ضحايا الساناتوريا. وباش تكون الوقفه احتجاجيه ناجحه خاص جميع الناس يجيو من كل صوب وحدب، من اي بلاصه خاصهم يجيو، باش نكونوا واحد العدد كبير من المتضررين ونبانوا في عينيهم اننا كلنا ضحايا ديال الساناتوريا. الناس ديال بيمونتي راه غادي تكون الوقفه احتجاجيه في تورينو ان شاء الله نهار 21 في شهر 2 مع 10 اونس امام، كيف ما قلت لكم الاخوان، امام الكويستوره اللي كاينه في كورسو فيرونا 4. الناس ديال بيمونتي كنعني بهم، خاصكم تعطيو يد مساعده للاخوان اللي في تورينو، واخا انت دافع في بيالا، اليساندريا، كونيو، استي، فيرتشيلي، هادو كاملين خاصهم يعطيو يد مساعده ووقفوا مع الاخوان ديالهم تما، حتى ولا كان شي وقفه احتجاجيه ايضا اخرى في شي كويستوره ولا امام بريفيتورا غادي يجيو ديال تورينو غادي يوقفوا معاكم. كذلك الناس ديال ميلانو، كنتمنى الناس ديال ميلانو، ديال بولونيا، ديال روما، ولا على الاقل ديال بروفينشات اللي هما قراب لتورينو، يمشيو يعطيو يد مساعده لهاد الاخوان هادو ويوقفوا معاهم باش تكون واحد الوقفه احتجاجيه اللي هي ناجحه. كنعاود نكررها الاخوان، نداء عاجل، غتكون وقفه احتجاجيه وبغينا يد مساعده من البروفينشات ولا من المدن المجاوره، ميلانو كذلك. المسيره اللي غادي تكون ان شاء الله عاوتاني في ميلانو ديال تورينو غادي نجيو ويعطيو يد مساعده هنا باش نكونوا واحد العدد كبير ديال الضحايا كما قلت لكم الاخوان وديال المتضررين. كنطلبكم الاخوان وكنبغيكم بارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الناس اللي هما متضررين، وتبارطاجيو في الجروبات ديال الساناتوريا باش كلشي يعرف بلي راه كاينه وقفه احتجاجيه في تورينو. واشنو خاصك تجيب معاك؟ ضروري تجيب معاك ريتشي فوطا ديالك، حقاش غادي يتجمعوا هذوك الريتشي فوطات كاملين وغادي يتسلموا لمكتب الهجره سبورتيلو اونيكو باش يعجلوا في طلبات الاخوان. وكاينه حاجه اخرى، ما غاديينش نهضروا الاخوان، ما غاديينش نهضروا فقط على الناس اللي هما دافعين ومريقلين وكلشي وما عيطاش عليهم بريفيتورا، غادي نهضروا كذلك على اتيزا اوكوباسيوني،
على المشكل ديال الكود، على المشكل ديال الكود. الباترون ديالك كان عنده الكود ناقص في 2020 ولا 2021، طلبوا منه اكثر من 27,000 أورو. داكشي ديباندي على حساب واش دوميستيكو بادانتي ولا فلاحه ولا الصيد البحري. هاد الناس هادو غادي نطالبوا ايضا لهاد الناس هادو بان الحكومه يعني خاص ضروري تعطينا تيزا اوكوباسيون اللي هو البرميسو دي سوجورن اللي هو مؤقت ريتما تلقى خدمه. كاين مشكل ديال الكود، خاصنا ضروري نطالبوا التيزا اوكوباسيون يا اخوان 6 شهور. غادي نطالبوا بتعجيل في اصدار البرميسو دي سوجورنو ديال الناس اللي هما دفعوا. غادي نطالبوا في التعجيل ديال البريفيتورا تعطي لا كونفوكاسيون ولا تعيط الناس اللي هي مازال كتسنى. وايضا غادي نطالبوا ب 6 شهور برميسو دي سوجورنو مؤقت ريتما تلقى خدمه، لان الضحيه دائما وهو السيد اللي كيتسنى في الوريقات ديالو. وكذلك كاين بعض الضحايا اللي هما مطابط الحال الباترونات اللي ما كانش على بالهم انهم طالبين اكثر من 27 اورو، وكنتاسف الناس اللي هما كانوا جالسين في الكوفيد، منهم بزاف ديال الباترونات جالسوا في الكوفيد وعندهم يعني عندهم الكود ناقص. غادي نطالبوا بهذا الشيء هذا كامل الاخوان، نداء اللي هو عاجل. بغيتك تحضر تجي من اي بلاصه واخا ما تكونش طورين، وخاصك تحضر مع خوتك وتعطيهم يد مساعده ونكونوا واحد العدد كبير من الضحايا والمتضررين السناتوريا. بارطاجيو الاخوان، بارطاجيو هذا الفيديو هذا يوصل اكبر عدد من الناس واكبر عدد من الضحايا واكبر عدد من المتضررين. وكنتمنى اللي شاف الفيديو يمشي يوقف ويعطي يد مساعده لخوتو في تورينو، وكذلك الناس ديال تورينو فاش تكون المسيره في ميلانو خاصكم تجيو تعطيو يد مساعده كيف ما قلت لكم باش نبانوا واحد العدد اللي هو كبير ديال المتضررين. تهلاو ليا فروسكم، السلام عليكم، وغادي نشوفوا ان شاء الله نهار 21 فبراير مع 10:30 امام كويستورا سبورتيلو ونيكو ايماغراسيوني كورسو فيرونا 4. دوزو بخير، الله يعاونكم.